وللحديث عن التصريح الصحفي لقسم الإعلام في هيئة علماء المسلمين في العراق بشأن ما ورد في مقال إياد السامرائي عن مواقف الحزب الإسلامي واتهاماته للهيئة، ينضم إلينا عبر الهاتف من إسطنبول الناطق الرسمي باسم هيئة علماء المسلمين في العراق الدكتور عبد الحميد العاني. مرحبا بك معنا دكتور عبد الحميد. برأيك دكتور، لماذا يحرص إياد السامرائي بمناسبة وبغير مناسبة على إعادة ما وصفه تصريح قسم الإعلام في هيئة علماء المسلمين بمغالطات السامرائي المتعلقة بمواقف الحزب بعد الاحتلال واتهاماته الباطلة للهيئة؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك ولجميع المشاهدين. للأسف يعني بين الحين والآخر يضطرنا خاصة السيد إياد السامرائي بالانشغال بمثل هذه الردود، وإلا فلدينا من الأعمال ومتطلبات الكثير جدا، ولا سيما في مراحل عسيرة يمر بها شعبنا العراقي. ولكن يعني كما هو الحال في كل مرة، كما يبدو أنه يحاول تعليق أو رمي أو جعل هذه الاتهامات كشماعة يحاول الهروب بها من الفشل الذريع الذي لحق بهم، ولا سيما في عيون أتباع قواعدهم وأحاضنتهم ولدى العراقيين عموما. وهذا أمر يعني لا يأتي ليس منا كنحن منافسين له، نحن لسنا منافسين للحزب الإسلامي ولا في دائرة النزاع معه، ولا نتمنى أنه دائما نضطر إلى الوصول إلى هذه كذا مناكفات وردود، لأن كما قلت قبل قليل لدينا من الأمور والمشاريع والأعمال التي يحتاجها أبناء شعبنا الكثير والكثير. لكن جاء هذا البيان بهذا الشكل خاصة من أجل توضيح حقائق، يعني ليس المقصود فقط الرد هنا، وإنما توضيح حقائق وقواعد أصولية تتعلق بالعمل السياسي ولا سيما السياسة الشرعية. لأن نعتقد أن من واجبنا هو بيان الحق وتوضيحه، وليس فقط محاولة الدفاع عن أنفسنا، ونحن لسنا بحاجة إلى أن ندافع. لله الحمد والمنة، الجميع يعرف من هي هيئة علماء المسلمين، وربما الغالبية العظمى تعلم أن هذه الاتهامات هي باطلة وليس لها أي تعلق بالحق. نعم دكتور عبد الحميد، يعني السامرائي في مقاله أراد الدفاع عن الأمين العام للحزب الإسلامي الحالي رشيد العزاوي وتبريرات ما ورد في لقائه التلفزيوني عن طبيعة الحزب ومنطلقاته في التعامل مع القضية المذهبية في العراق، ما علاقة الهيئة برأيك والشيخ الراحل حارث الضاري بهذه القضية؟ لماذا حشرهم السامرائي في هذه القضية؟ هو هذا المستغرب، يعني هو من حقه أن يدافع ومن حقه أن يستخدم كل الأدوات للدفاع عن نفسه والتبرير ومحاولة تبييض الصفحة السوداء التي يعرفها الجميع. لكن المشكلة أنه دائما يأتي على ذكر الهيئة، خاصة يعني السامرائي نراه مصرا على إيراد ذكر الهيئة بأنه يعتقد، وهذا شيء يعني ربما يقرأ من بين السطور، أن الهيئة كانت منافسة لهم، وحقيقة هي ليست منافسة، الهيئة كانت موضحة ومبينة للحقيقة، موضحة ومبينة للوجه الشرعي للعمل، ومبطلة للعمل السياسي في ظل الاحتلال. الهيئة قد بينت بالأدلة الصريحة الواضحة الجلية أن الواجب كان هو مواجهة الاحتلال للوقوع في أحضانه ومساندته كما فعل هو وحزبه. ولذا ربما أكرر أقول هم يحاولون بمثل هذه التهم إبعاد فشلهم أو إلقاء التهم على الآخرين هروبا من فشلهم وأخطائهم السابقة. نعم دكتور، ثمة اتهام مكرر من الحزب الإسلامي وخاصة السامرائي بأن الهيئة تخلط ما بين ما هو سياسي وما هو شرعي، هل الحزب الإسلامي يفصل ما بين الفقه والسياسي، وهل هذه فكرة تتفق ومنطلقات الحزب الإسلامي في العراق؟ يعني هو هذا من عجيب الأمور أن يصدر مثل هذا التصريح عن حزب يرفع شعار الإسلام ومنهجه وأصوله و
ثوابته وأدبياته، وأيضا المغالطة هنا. يعني هذا الكلام لو صدر من الأحزاب العلمانية مفهوم هذا الأمر وهذا منهجهم، لكن كحزب إسلامي عجيب أنه يصدر منهم مثل هذا الأمر. والمغالطة الثانية التي نراها في عمله السياسي هو كحزب إسلامي، نراه يبجل ويحترم ويذعن، بل وأصبح تابعا للأحزاب السياسية الطائفية التي خلطت بين الدين وبين السياسة، بل هنالك تلك الأحزاب وتلك المرجعية، خاصة نتكلم عن مرجعية النجف وغيرها، تحكمت بمفاصل السياسة في العراق، بل كانت تحكمها فيها إيذاء لأبناء الشعب العراقي و تبرير للاحتلال ولمشاريعه. ونرى يعني إذن المغالطات هنا من قبل تصريح هذا هو يعني مغالطة مركبة كما يقال قوليا وفعليا. نعم دكتور عبد الحميد، يعني إذا كان الحزب الإسلامي والسامراء لا يعترفان بمسمى الأحزاب الدينية في مفهوم الدولة الدينية لمخالفتها أسس التشريع الإسلامي في مجال السياسة والحكم، ويعيب على الهيئة هذا الخلط ما بين الفقه والسياسي أو عملها بالسياسة وهي جهة شرعية، كيف إذن هو متحالف مع أحزاب مذهبية وطائفية ضمن العملية السياسية في العراق؟ كما قلت إنه هذا كله يوضح على أن وراء هذه التصريحات إنما هو هروب من الفشل ومن التهم التي ألحقت بهم وعرفت أو عرفها القاصي والداني، ولا سيما التحالف كما قلت مع أحزاب طائفية وارتماء الحزب بشكل صريح وواضح في أحضان إيران وتأييده لكل المشاريع التي جاء بها الاحتلال الأمريكي، ثم هي مشاريع الآن امتداد لإيران ولميليشياته وأدواته في العراق. هذا كله هو محاولة الهروب وإلقاء التهم على الغير، ولكن الشعب العراقي اليوم بعد 17 عاما لا أظنه بمثل هذه السذاجة التي يظنها هكذا قول أو هكذا مدعي أو غيره، فهي لا تنطلي على عاقل اليوم. نعم دكتور إياد السمرائي، اتهم الهيئة بأنها تحولت في الآونة الأخيرة لتكون حزبا سياسيا بعنوان ديني، هل أنتم فعلا كما يقول إياد السمرائي؟ يعني الواقع يعرف الجميع، من القريب من الهيئة والبعيد كذلك المتابع للهيئة يعرف أننا لسنا حزبا، ولم ندعي ذلك، ولم يصدر لا قولا ولا فعلا عندنا، ونحن مؤسسة ولله الحمد مؤسسة شرعية، معنا نهتم بشؤون التي يحتاجها الإنسان المسلم، ونركز على قضيتنا في العراق وهو تحرير العراقي من مشاريع الاحتلال ومن آثاره، والتي للأسف تخلى الحزب الإسلامي وغيره من الأحزاب حينما تخلوا عن واجبهم، فقد اضطررنا إلى الدخول في هذا الميدان والميادين الأخرى، والحمد لله أقسام الهيئة اليوم لها وجود حاضر وفعال في ميادين الحياة الإنسانية وغيرها مما يحتاجه أبناء الشعب العراقي. نعم الدكتور عبد الحميد العاني الناطق باسم هيئة علماء المسلمين في العراق كان معنا من إسطنبول، شكرا جزيلا لك.